هل يجوز قتل الساحر من أحد الناس على ما فعل الصحابي جندب رضي الله عنه، أم أنه لا بد من إذن السلطان؟ وهل فعل جندب رضي الله عنه من الافتيات على الإمام؟ جندب صحابي، والصحابة لهم خاصية دون غيرهم، ألا يجوز أن يقتل الساحر أو تنفذ الحدود إلا بأمر السلطان؟ ما يجوز هذا إلا بأمر السلطان. وأما ما فعله جندب هذا من أفعال الصحابة، والصحابة لهم خاصية ليست في غيرهم.